لو استطاعت إيران أن تسيطر على باب المندب لاستطاعت أيضا أن تؤثر على مدخل قناة السويس ووجودها في تأثيرها على مضيق هرمز، لقامت إيران بخنق المنطقة العربية كلها. النفط لن يخرج من المنطقة العربية إلا بوجود الحارس الإيراني، وهذا شيء يهدد مصالح الأمة العربية مش بس الأمن الخليجي. النقطة الثانية، تباهى، لماذا نركز على فقط الخليج؟ تباهى القادة الإيرانيون بأنهم يسيطرون على 5 عواصم عربية وأن مشروعهم لاحتلال مكة والمدينة. الآن هذا المشروع سقط، إيران هي المحاصرة الآن، إيران هي المحاصرة. نأتي إلى الخسائر البشرية، ليش ما تحدثت عن خسائر السوريين اللي ماتوا من قبل التدخل الإيراني؟ ليش ما تحدثت عن خسائر الإيرانيين؟ إيران الآن اللي شعبها يموت ويتظاهر ضدها، الشعب الإيراني بكل فئاته يتظاهر، العرب الأحوازيين 8 مليون ليس لديهم مياه، التركمانيين يتظاهرون، الأكراد يتظاهرون. هذه كلها الحقيقة للأسف يعني سوء إدارة حسن الجوار. هذا مبدأ دولي تحدثوا عنه القادة العرب، طالبوا إيران بأن تراعي مبادئ الدولية ومبادئ حسن الجوار. إيران لا تراعي مبادئ حسن الجوار، وهذا أتى الحقيقة من خطابات دول مجلس التعاون الخليجي من زمان. الحل أن تعلم إيران أنها دولة وليست ثورة. في إيران عندهم ازدواجية، هل هم ثورة أم دولة؟ الحل الأنسب أن تكون إيران دولة، الدولة تلتزم بالمواثيق الدولية، تلتزم بحسن الجوار، تسعد شعبها. الشعب الإيراني بائس وغير سعيد، السعيد هم فئة الملالي والمستفيدين منهم، أما 84 مليون إيراني فهم غير سعيدين.